السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده برزنتيشن تبع شركة بيم تراك. بيم تراك هو موقع موجود على الإنترنت، بتقدر ترفع الموديل بتاعك بحيث إن كل أطراف المشروع يشوفوه، وبنحل منه كلاشات. أنا شغلت فيه في مشاريع كتير جدا وكان فعال، وناس كتيرة كانت بتحط كومنتات ونحلها بدل ما نستنى الاجتماع. الفكرة كلها إن هو بيديك إمكانية إن أنت تاخد الموديل من الريفت أو النفس ووركس أو تكلا او سيفر 3 دي، في امكانيات ان انت تاخد من برامج كتير جدا وتبدا تحط الموديل، وتبدا الناس تعمل مراجعه على الموديل ويبداوا يحطوا كلاشات. بنحط الموديل بس بعد ما كنا اكتشفنا المشاكل من خلال مثلا نفس وركس او من خلال الريفت، وبعد كده بنرفع الموديل، بنرفع ملف اي اف سي. كل اطراف المشروع بتشوفوه وبداوا يكتبوا كومنتات ويحط ريبورت ويوصل، فبنبدأ نحل المشكلة ونرفعه تاني على السيرفر. المهم ان احنا نتأكد ان مفيش لينكات مش موجودة، ان التكتشر موجودة، ان مفيش ملف مش معمول لينكات مع الملفات الاخرى. ده بيبقى تواصل بين الشركات، وفي بيم اوبن بيم ده ستاندرد مفتوح المصدر بحيث ان احنا نقدر نشتغل بيه، زي مثلا ملفات الاي اف سي. وممكن كل الحاجات دي تسيف اي اف سي وترفع الاي اف سي. وفي بعض البرامج زي تكلا وريفت ونفسوركس بتقدر تسطب اب ادنس اسمها بيمتك بيمتراك بحيث ان انت تتاكد ان الشغل بتاعك ماشي مظبوط. ده مثال او صوره للشغل. بتبدا ترفع الموديل وكل واحد بيكتب الكلاشات، ويكتب الكلاشات دي لمين المفروض يحلها، وانت في قلب البرنامج تقدر تشوف الكلاشات دي موجوده فين بالظبط. ففي ادنس وفي الويب 3 دي فيور. ففي مزايا حلوة انه يبقى في تنظيم للشغل، وفي تبادل المعلومات وتبادل للمشاكل الموجودة، وبيستفاد منها المهندس وبيستفاد منها المعماري وبيستفاد منها المالك والكونتراكت، بحيث ان كلنا شايفين الشغل وبنقدر نعمل كوردينيشن عليه كويس جدا. وهتلاقي شرح البرنامج على بيم اريبيا على اليوتيوب.